مواصلين معاكم حتى نصف النهار 9:44. سعيد جدا وأنه يلتحقوا بنا أبناء المركب الشبابي بنابل. مرحبا سي قيس بن فرج، شنو أحوالك سيدي؟ أنت مؤطر الغديكة أستاذ تنشيط، شنو أحوالك؟ الحمد لله، مرحبا بكل مستمعين. والله لاباس الحمد لله. إن شاء الله مستمعين راديو ويب راديو ميد، راديو ميد مخاطر مستانس. وهذوكم كل جماعة التنشيط كل استانسوا بالراديو ويب. أي خطر عنا راديو ويب. على عنا راديو ويب زاد هو ذي تسمعوا على الويب بطبيعة الحال على www.radiomedtunisie.com. على كل زاد أنا نرمين المالكي، مرحبا. صباح الورد والياسمين على كل المستمعين. هاك شفت كيف صار روحها نرمين حاز حاضر محضر روحها، انا دوب عطيتها وهي وهذيك خدمتنا. مرحبا لله، انت زاد منخرطه معاهم في نادي الشباب، منخرطه بالمركب الشبابي نتاع بنابل وفي اذاعه راديو ويب كذلك، طالبه بالمعهد العالي للغات بنابل. زاد جينا اليوم باش نحكي لكم على ايفينمون هذا باش يصير في يوم 18-19-20-21 ديسمبر. هو دورة هو عبارة على دورة تدريبية في تقنية روبورتاج المصور. تري بيان، محليك هاكا امورك واضحة ومريقلة، جو احلى جو. بيان كوتشي، ميرسي كوتش. سي قيس، خلينا نبداو باش نحكيو على لو روبورتاج او الدورة التكوينية اللي عاملينها على الروبورتاج. حكينا شوية عليها هذايا وقتاش والوقت وكيفاش، ومن بعد نحكيو على المضمون وكيفاش باش تكون وعلاش اخترتوا تعملوا على الروبورتاج. تفضل. الدورة التكوينية هذه هي في الحقيقة انطلقت من رغبات الشباب. الشباب يحب يتمكن كل من التقنيات والأشكال الصحفية هذه، دونك جات الفكرة من عندهم هما في إطار مشروع متكامل. حبينا نحطوا المشروع هذا على مستوى 6 شهور. 6 شهور باش نخدموا فيه كل الأشكال الصحفية كما قلت، ومن بعد نحكيوا تباعا على المحتوى. هي ثلة من الشباب اقترحت هات نتكونوا في التكنيك دو روبورتاج والأشكال الصحفية الأخرى اللي بالطبيعة هي تكون غايبة نوعا ما عليهم شوية. دونك حبينا في إطار التكوين في دار الشباب، خاطر نقوموا بالتكوين، دونك حبينا نقوموا بهالدورة هذه. شنو الهدف منه هذا؟ الهدف هو في الحقيقة ينطلق الهدف نابع من الدولة، خاطر ما نخدموش احنا هكاك، يعني عنا اهداف عامة. تحب الشباب اليوم موجود في الدستور متاعنا انه الشباب قوة فاعلة. كيفاش نترجموه المصطلح والهدف هذا؟ نترجموه على ارض الواقع في المؤسسة متاعنا، انه الشباب يكون منخرط في الشأن العام. كيفاش ينخرط في الشأن العام؟ مش كان انتخابات فقط، وإنما افيك دي سوبور اللي هما أشكال صحفية. اليوم هاك تشوفوا في الصفحات متاع الفيسبوك الناس الكل تخرج تصور، دونك فما صور تلقاهم همش همش يعني هذا يندرج في إطار برنامج أو مشروع صحافة أو صحافة المواطنة. اكزاكتو بالضبط، لأنه تعرف هو 4 أيام ما تنجمش تتعلم فيهم فريمون ممكن انيسياسيون للتكنيك دو روبورتاج، لأنه الأشكال الصحفية المتعددة تتطلب سنوات وتتطلب برشا خدمة. معناها على كل نرمين حابة تقول حاجة. أي الهدف منه هو عبارة على فقرة من فقرة مشروع التربية على المواطنة والإعلام. تم الاستعداد لها من بداية من 15 نوفمبر، يعني كفريق متكون من الشباب، يعني قريب 10 أفراد هم اللي بيكونوا جروب دو ترافاي. هو احنا اللي مشاركين في التظاهرة هذه، لكن احنا زادة من اللي مؤسسين لها، يعني من فما شكون يعني مستفيدين منهم، مشاركين منهم مستفيدين، فما شكون بالاستقبال كيما اي ان بروجي اللي قسم اللي باش يخدم على الماركتينغ، اللي باش يمشي يخدم على السوشيال ميديا، على الميديا، على غيره، هاك الامور الاداريه باهي مهم جدا. طيب لي تكنيك دو ريبورتاج شكون اللي باش يشرف عليهم؟ باش نكلموا مختصين باش يجيو ولا فقط انتوما ك احنا كاطارات في المركب الشبابي بنابل، دونك باش نقوموا بالفورماسيون هذه. هي كما قلت انيسياسيون، احنا ما نعلموش في دار الشباب، بل نفتحوا المجال للشباب حتى يتعرف على التقنيات هذه. ما ينجمش يتمكن منها في اوبو دو 4 جور، لكن احنا نعطيه كي لافون جو، ايجا شوف شنو ثم في الفورماسيون هذه، شنو هما لي تكنيك بشوي بشوي، ومن بعد تولي تطورهم بال
باللوتو فورماسيون بالمشاركه في 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 ملتقيات وتظاهرات اون بلوس. هذه الخدمه هذه نخدموا فيها عندنا تو بريسك 5 سنين نخدموا على بويسك عندنا راديو ويب في في المركب دونك باش يتلقاو فيها ومن بعد يولي النظري والتطبيقي. النظري والتطبيقي باهي مهم. وانا انا بكل لطف ادعوكم وانه حتى في المراحل القادمه في باس نستنجدوا بان بروفيسيونيل دو ميتي والا كل شكل من الاشكال. نتصوروا انه اذا نستدعاهم يقولوا لكم بيان سور استدعيناهم قبل وجاو يعني عندنا حتى في التربيه على ديما حتى في 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 التكوين هذا راه مش معناتها انتم ما تنجموش ولا لا لا مش هذا بالعكس نزيد نثمنوا المجهود نتاعكم وانه نستدعى الاختلاف ديما تلقى الاختلاف مش اختلاف هو بقدر ما انه على باز صحيحه على باز صحيحه باز سوليد فما انا سبيسياليست ونجبدوا ونوروا الاعمال حتى نتاعو في الشكل الفلاني او في الاستقصاء او في غيره دونك باهي مهم جدا ويعطيكم الصحه. طيب الدورة باش تكون فيها عدة فقرات تنقسم لجوز مراحل. المرحلة الأولى هي نلقاو فيها جملة من المعارف واللي هي تعتبر هي مرحلة نظرية فيها خصائص الروبورتاج، المكونات، التركيبة، أخلاقية المهنة الصحفية، صحافة القرب، تقنية التصوير وتقنية المونتاج. المرحلة الثانية هي مرحلة تطبيقية وهي عبارة على مسابقة من 22 ديسمبر حتى 5 جانفي. بعديك يوم تختتم نهار 14 جانفي 2020 بمسابقة، والمسابقة هذه بتبيع تتوج بجوائز لثلاث الأعمال الأولى. باهي برشا. قيس بن فرج شكون اللي نجم يحضر معكم في الفورماسيون ولا سي سي بون سكرتوا؟ لا ما سكرناش، احنا ندعو كل شباب نابل. بون عندنا نومبر محدد وقت اللي نورمالمون ما يفوتوش ال 40 على خاطر ما يفوتوش ال 40. احنا الهدف نتاعنا هو خلق نواة وإعطاء فكرة أخرى على المركب الشباب بنابل ودور الشباب، وندعو كل الشباب لي يعني الانخراط في الـ في الـ في المؤسسات الشبابيه، لانه في الحقيقه الاهداف نتاعنا هي تطوير ملكات الشباب من خلال هل الجوانب هذه الترفيه والتكوين والتوجيه والارشاد. ونعطيو احنا حتى انت كي قلت مثلا احنا يلزمنا نشوفوا دي بروفيسيونيل، راهو احنا في دورات عده دورات تكوينيه لقيناهم كاطارات في المجال هذايا دونك تدخل مرحله المكونين وغيره. والوزاره نتاعنا زادت تتعامل مع جمعيات في المجال هذا، جمعيات يعني جمعيه التربيه على وسائل الاعلام، فما دي كونفونسيون يصيروا مع الوزاره دونك تكوين تكوين بالنسبه للاطارات، ولكن نستعين ايضا بالعديد والعديد من الوجوه المعروفه في الصحافه وفي والاعلام. ربي يوفقكم ان شاء الله بارك الله فيك. انا دعوه بكل لطف زاد المواطنين زولاتكم يمشيوا لدور الشباب. دور الشباب للاسف بون فما نظرة كاملة يمكن لازمها تعاود تتبدل في يوم ما. احنا جيل نتاعنا مثلا بدينا وقيس نتصور انه تربينا كلنا في دور الشباب، حالتنا يعني ندير دور الشباب. الانفورماتيك كان قبل الكمبيوتر شفناه في دور الشباب. الرحلات، الثقافة، كل شيء فما تفاوت. فما تفكر مليح والله نحب نقدم له تحية، تفكرها سي جمال نقول له توا شو العائلات يهزوا معناتها عركة يتعارك مع ولده في الدار يقول ما عادش يهز دار الشباب. طبعا معناتها شوف كيفاش حاجة سكخي معناها حاجة سكخي معناتها دار الشباب يقول والله العاد ويمشيش كبير مدير دار الشباب. اي اي تصور ايماجين وين وصلت العلاقة اللي بين دار الشباب وبين هذا يدل على القيمة نتاعها على الثراء نتاعها اللي عنده دور على الشباب. راهو هما اللي يبني فهذاك علاش دور الشباب في البلاد. هذاك علاش تم في فترة معينة تفقيرها وتهميشها وتجريدها وحط كيما وزارة الثقافة قبل وقتها تسمع كان اللي عنده أي حاجة مشكلة في حتى هزوا يخدم في وزارة الثقافة. كيف كيف صارت لها نفس الشيء في في دور الشباب؟ للأسف للاسف للاسف هو سبب انه في 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 مرحله معينه هم المناوله الكل يخدموا في دور الشباب. شنو انا نعرف ناس ما عندها حتى نيفو تخدم في دور الشباب ولا وترسموا بالسيف ويقعدوا يخدموا غاديك ربي يعينهم اما ما تحطهمش في البلايص هذيك. يلزم يلزم مختصين. موقف شخصي يعني مسؤوليه وانا نفس الموقف وانا نشاطرك نفس الموقف موقف شخصي لانه في في مرحله معينه وصلت دار الشباب تنفذ في سياساتك السياسات
الاكل نتاع سياسات الدوله. مش معقول مش معقول دار شباب تولي هي مرفق نتاع شؤون اجتماعيه، معناتها اللي ما لقاولوش خدمه برمشي يحطوا في دار شباب غاديك تو يشد ورقه وستيلو، معناتها ولت نتاع بطاطا وتقشقيش حناك وخرجت وتجردت من المهمه الرسميه والهدف اللي هي موجود. وحتى التنويع في الانشطه زاد قبل احنا انا وياك تو نحكيو على نفس ميم جينيراسيون، قبل كانت الانشطه انشطه بيك بونغ ما نعرفش الكره الحديديه فهمت، عندهم شارم اما في وقتهم صحيح. في وقتهم هذا هو ولا وكان فما لكم ما تعلمنا الموسيقى الانفورماتيك البيك بونغ. بيك بونغ راهو فما تو نشكو طلع بيك بونغ وزيد تشوف قدامك لا شيء قليل، معناتها حتى قامت بدور مهم في فتره معينه ولكن اليوم وجب إعادة النظر ولازمنا نبعد وهذا اللي صاير تربوي كبير وهذا اللي صاير على خاطر ثم برشا ناس ما زالت تحمل الفكره تقول لك انا اش نمشي لدار شباب اش نلقى انا كره حديديه ولا بيك بونغ الور كو ثم تو كلوب روبوتيك احنا في المركب الشبابي كلوب روبوتيك يتنافس مع في اللينسات وخذا الجائزه الاولى في وصنعوا اون كان بالليزافيكل وخذاوا مرتبه تو لراديو ويب ملتقيات تو كي تشوف تسمع انت في دور الشباب الكل عندنا ملتقيات اقليميه في اذاعه الويب تو حاليا دونك فما تنويع فما نظره اخرى لكن قاعده الستيريوتيب بالنسبه للاباء ولا يقول لك انا تمشي لدار الشباب مش يعمل حتى صغيراتهم في حديث يقول لك مزيت قديم تمشي غادي ماشي لدار الشباب قديم يقول لك قديم بار كونتر توا لا انا نعرف مليح وانه فما روبوتيك اللي دخل جديد ودور الشباب اللي لازمها تكون وتعمل برامج بعيده على البيروقراطيه المقيته انواع تقرب اكثر ممكن المحيط الخارجي نتاعها. شنو يحب الشباب؟ شنو يحب الشباب؟ يلزم لي بيزوان وعلى ذاك احنا كل ما نجيو نخدموا نبداو كل عام دراسه مونوغرافيه ونمشيو للمدارس ونشوفوا ولليسي ونشوفوا شنو هي رغبات الشباب وهذه الدوره هذه راهي قلت لك منطلقه من الشباب لكن جات ماهيش من الشباب اليوم ما تجيش نرمين معانا اللي هي اللي قامت بلي كونتاكت وانا ما في باليش كان اي نعرف هي اللي قامت بلي كونتاكت وهذا هو شنو الشباب كي تعطيه دوره ينجم يخرج حاجات وابداعات كبيره برشا برشا وي. كان انا شخصيا كان الفضل كبير على دار الشباب في تكويني وفي اناره ممكن البصيرة متاعي وهذا نقولها ومعناتها افيك فيختي بالعكس لأنه وقت اللي في حومنا الشعبية معنا شيء فما كانت دور شباب ونوادي الأطفال من كشاف ومصايف فقط هذوما اللي وصلونا في يوما ما وكانوا يخدموا مع بعضهم ناس الكل. نرمين نكمل معاك كلمة الختام. فرصة باش نحكي على المركب الشبابي ودور المركب الشبابي بنابل لأنه هو يحمي الشباب نتاعنا تويكا من العلاقات الغير سليمة في المجتمع من الإدمان وغيره لأنه هو كيف يلقى التطرف لأنه كيف يلقى هو مكان يمشي العشية للموسيقى ولا للمسرح وغيره راهو باش هذا باش يساعدنا احنا باش نحصنوا من البلاد نتاعنا. حتى بارتاجي معناها راهو مهم لو بارتاج. احنا نجم نشوفوا حتى هي في حد ذاتها كيفاش كانت فكرتها على دار الشباب وكيف جات عندها تو بريسك دو موا ولا روا موا من اللي جيت شنو هي النظره اللي ولات عندها على دار الشباب. انا توا دورة التكوينيه يعطيكم الصحه مهم وكذا وانا الاهم بور موا وانو ترجع دور الشباب تاخو هي المسؤوليه تاخو على عاتقها الاحياء اللي دايره بها والمؤسسات اللي دايره بها من تربيه من ثقافه وتكون منفتحه وتلم الناس الكل وهذا مهم جدا ومرحبا بكم في كل وقت. عايشك. قيس منفرج استاذ تنشيط مركب الشباب الثقافي بنابل بارك الله فيك شكرا لك. نرمين مالكي بارك الله فيك مزدت من كلمه نحب نوجهها لكافه الشباب الشباب راهو يعطيو ثقه في رواحهم لانه تونس تنتظرنا احنا قادرين على تغيير في البلاد وتغيير مصيرها نحو الافضل وان شاء الله بفضل هالكفئات اللي موجودين كما سي قيس. عجبتني الكفئات قيس بالله العظيم الشيخ ما نعطيهاش نوت ما عنديش باش نعطيها لا بيلتان لا نوت عليك عليك واللي ديغنيغمون كان في الصين معناها دي فورماتور مكونين لا 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 انا نعرف انا نعرف نعرف شنو يخرج بير البي ونعرف شنو تخرج معناتها ادارتنا واصحابنا وخدمه كبيره ونيبو به المهم اعطيوهم
اعطيهم الفرصه المجال واعطيهم المجال. ابروبو عندنا شكون من هنا لهنا في راديو ميد يخدم وتكون في دار الشباب يعني ان تكنيسيان، ان تكنيسيان جاء ما يعرفش لا دوبوديشن ما يعرف حتى شيء، جاء تو هو مازال يخدم معاكم لهنا في في دونك. احنا الدور نتاعنا انه مش ترفيه فقط، انه نخلقوا مواطن شغل زاد. شكرا لكم يا سيدي، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه، ربي يوفقكم. اكثر تفاصيل تلقاها على صفحه رسميه على المركز المركب الشبابي راديو ويب نابل، راديو ويب نابل، راديو ويب نابل والا كومبلكس دو جونيس نابل. مرحبا بكم.